رضا الله لا رضا الناس. كتب رجل من أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام: يا سيدي، أخبرني بخير الدنيا والآخرة. فكتب صلوات الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام.